السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم من جديد. اكد مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير عزمه رفقة اشباله على التتويج بكأس العرب بعد بلوغهم الدور النهائي. وصرح منذر الكبير خلال ندوته الصحفية: اليوم المنتخب التونسي سيدخل هذا النهائي بروح المجموعة وبقوة كبيرة للتتويج بالكأس. كما اضاف قائلا: المنتخب التونسي استعاد جماهيره وسنعمل لأجل إهدائه هذه الكأس وإهدائها لنبيل المرياحي. وتابع منذر الكبير: نطمح لنيل هذه الكأس للرد على كل من شكك في قوة منتخبنا ومن أجل استعادة نشوة التتويجات. كما قد أدلى قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني بتصريحات غريبة مستفزا من خلالها الجماهير الجزائرية قبل نهائي كأس العرب الذي سيجمعهما بالخضر. وقد صرح المساكني خلال الندوة الصحفية: أي لاعب يتمنى أن يسجل في النهائي وتقديم أقصى ما لديه لمساعدة منتخبه وخاصة من أجل تحقيق الفوز. وتابع حديثه قائلا: الجزائر وتونس إخوة، سواء فازت تونس أو خسرت الجزائر لا يهم. والجدير بالاهتمام هو أن العديد من الصحفيين الجزائريين لم تعجبهم طريقة المساكني الذي قال سواء فازت تونس أو خسرت الجزائر لا يهم، وكان الأمر محسوم بخسارة الجزائر وفوز المنتخب التونسي ولا خيار آخر. كما أن خسارة الجزائر لا تهم على حد قوله. وتمكن من خلال هذه التصريحات استفزاز الجماهير الجزائرية التي استنكرت هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.